ما تجيناكمش وعيب وتمشي عيب، لان ما في الامر هذا ماشي غير جون جاك روسو، ماشي غير البارت سوسيال، كاين ثاني ميثاق اخلاقي وميثاق شرف اللي يكون بيننا وبين المجتمع. معليش احنا لحد الان نقولوا الحمد لله ما راحتش امور، حتى اللي كانوا معاك ولا اللي كانوا ضدك نحترموهم على اخلاقهم، لانهم من نهار اللي يعني المجلس جمد ما شفناش ردود فعل سلبيه ولا شفنا تجريح ولا شفنا تاليب للراي العام ولا شفنا امور. نحترموا الناس ايضا على صمتهم، ولعبه الديمقراطيه راك رئيس الله يبارك رئيس مجلس الشعبي بلدي، ونكن لك كل احترام، نكن كل رؤساء المجالس الشعبيه البلديه، انت من نخبه انت اطار الله يبارك، ولكن تصير الواحد يكون سلس ويكون ديمقراطي، افتح المشاوره، افتح النقاش، ما تقصيش، شاور كاع الناس، ما تكونش ابوي، فهمت؟ قال انا نعرف الدوار هذاك ما تهدرش انت، شاور الناس وشاورهم في الامر، ربي سبحانه عز وجل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الامر، وخير هو انه ما فهمت الانسان يكون مؤمن كيس الفاضل. نتمنى انكم تستفادوا من التجربه هذه. انا كنت مبرمج سحارج الزياره، ما نجمتش نجي، حشمت كي نجي ما كانش المجلس البلدي شكون يستقبل؟ بون الامين العام كثر خير وكلفناه ادى المهمه بكل جدع، بما كيما نقول لك استطاع ورافقناه والحمد لله، ولكن انتم الناس اللي زكاكم الشعب. الانتخابات كانت نزيهه، كانت شفافه، جيتوا بقوه صندوق، ماذا بنا رجاء داركوا الاخطاء اللي وقعت. راكم كاع شباب، متوسط العمر بالك تاع المجلس يكون حوالي 30 سنه. 33 30 انا نشوف الاخر، وبالتالي راكم شباب وراكم كاع اطارات، وعلاش ما تخلوش الاعيان في حوايج وحده اخرى يضلوا معاكم كل يوم روح تمنى وتمنى، وانت سيد رئيس المجلس الشعبي البلدي رجاء شويه ديمقراطيه في المجلس، شاور الاخر، شوف في الحكم يقتضي الجرأه ويقتضي الانضباط، والقياده تقتضي الصبر، عليك ان تكون صبورا، كون ما تصبرش قد تكون اصغرهم، ولكن بحكم المهمه نتاعك انت الكبير فيه، انت تصبر. الصبر هو القدره على الاستماع، الصبر القدره على التفاهم، الصبر القدره على الاستجابه، فهمت؟ واللي راه صابر كاع يعني صبر لكم الشعب. او عيب وعار وزعنا الساكن انتم ما كاينش. درنا البرنامج تاع التنميه وانتم ما كاينش. ان شاء الله نفتحوا صفحه جديده، نفتحوا عهد جديد يكون ميثاق شرف بيناتكم ومع الساكنه، ونحاولوا اننا نجوكم ان شاء الله نبرمجوا لكم زياره في اقرب الاجال. هذا بينا ان شاء الله نداركوا الاخطاء اللي وقعت، نفتحوا صفحه جديده. سيد مدير تنظيم تقنيم الشؤون العامه جديد، تبدلت الولايه وانتم ما تعرفوهاش، كنتم كيفاش؟ كان فورماتور تاعي في فورماسيون. شفت كيفاه؟ ها شفت كيفاه؟ كنتوا في نوم شتوي، ها؟ نتعاهدوا. ان شاء الله. خلاص تخدموا. ان شاء الله. ما نزيدوش نسمعوا هذه الحكايه. والرئيس نهار اللي يغلط واحد. هو شوف استنى انتيليكتويال لاباس عليه مليح، انا ما اخذ عليه درس الامور شويه مش كبير. افتح باب الديمقراطيه، شاور، افتح باب الديمقراطيه التشاركيه، شاور تصفيه الحسابات. ما كاش شوف تصفيه الحسابات ما كاش، على بالي ما ديرهاش. اقصاء الدشره والدشره ما كاش، وكي تختلفوا هم الله يبارك. الشيء الجميل ان حتى وجهاؤكم ولا تاع الجماعات ولا الممثلين او شباب، دونك راكم اخر بلدي في تنفيذ المشاريع. انتم عندكم في لو باك من اخر، شوف تجو من بعد 14 بلس 21 11 14 بلس 11 ام شباب،
دونك راكم اخر بلديه في تنفيذ المشاريع. يعطيكم الصحه. بارك الله فيكم. نشكر السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي على المساهمه الفعاله، ونشكركم ايضا، ونعاود نقول لكم الصبر مفتاح مسؤولية لها الحزم والعزم والصبر. كونوا حازمين، كونوا عازمين، كونوا صارمين، ولكن لها الصبر. الصبر الصبر. متفاهمين؟ جلسة مرفوعة. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر السيد الوالي اللي فتحنا الابواب، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، واليوم الحمد لله رانا وصلنا للنتيجة. الحمد لله ربي وفق البلاد ويصلح العباد ان شاء الله، وأحيا الرئيس تاعنا ان شاء الله. ديزاد نيوز، ان يصلك الخبر بالصوت والصورة.